دولة فدرالك الصومالية يا موقف كده كأدين قامضي يقولي بدك على ضي على ضع بان كسو برقنا يا مجال هذا الله سبحانه حرود قبل كسو سيدي يصير تبقى على هذا الشيء وزير كوزارة دارمية كده هي فدرالية أنت أحمد معلم فقي يا والمرتيد وأخري وحوش شيء إنه يهي قول كوجود ما يد حكومة دولة الصومالية سوق كل كبير يسود ويسلم الكهرباء كهلا حتى قبل أنت أنا نذكرت هاجن قضى بضاسي واحد دارين يهين هذا هو سيركا يا هذا الذي سي وحاي ودعي إسلام كان هاي سي بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت تاريخ التهيت تضبط بيش الواد لبكم لا تني صدح وحنا الكان رباه إن أنا كسو جديو ورمرتيد كسو بحاي حكومة الفدرال كسومالي وكسا بسن حالة ده مقالة ده لأسعانود كاسو أقران سيدة دولة ده سومالية وحي سيدة ولا سعوتي شيراركي وده تشيئي كسو عدي مقالة ده لأسعانود يا قبل كسول todobaadyadii u dambeeyay oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo hormuudkii ka soo baxay waxayna dawladdu ka xuntahay oo aad uga xuntahay dagaalada halkaas ka dilaacay ee geysanaya qasaaraha nafeed barakaca ummadeed iyo burburka hantiyeed sidaasi awgeed dawladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Lascaanood number 1 دولة الصومالية وحي أمن سنته إن دباتها كسو عصبونات الاسعانود أي تهي مت سياسات وأود حيسه ضد صوماليات أو ولا لا ديغان إيا دقن وداقة ديبك أود حيانا أن لغو حلين كرين أديك سيغ حوق إيا دقال تونا لابو دولة الصومالية وحي أتكينيسه إن حلك حالة الاسعانود أي سلقو تهي تحقلين تربيتانك ضدك ودك كستا أو كلانا أي وسي دريسو صدح دولة الصومالية وحي قروسنته إن علاضها هي الدقالة دحدودة هوري اللوسو تجاب شيء كواسو أن لقد حلين وح نتيجة سيداس أوجي وحي دولة دو كباقيسة إن سدك دقه لو جوجي علاضة ضدك مسؤولين تا إلا بدر نعنه إيه هربوت كن غضان دجين تا إيه ولا حاجوتك الرماها اللي سكو هايو أفر دولة الصومالية وحا حل كسارية إلى أن تم مبادئ الدستورية الدورستة من نمط الدولات هي تنددات الجمهورية الفدرالية الصومالية وحين الدولة أيضا كدولة يسمى مبدأت سود وين يسا ربيتان كا يجو أن هذا ضد كريلا سعنود شن دولة الفدرالية الصومالية وحي ديارته إن كقريب غادر توصيدي حسلوني لوجو صد بالي لها حالة دكتاتين مجرد على سعنود ليه دولة الصومالية وحدت الصومالية دي هذا محلي جاي كوه عالمي جابه وجب باقي سائر الجرم دي جرجار دقدقه لجارسيو ضد كشعب كا إلا سعنوت كصوب ركعي وقدم بين دولة الصومالية وحي علم هذا يضيع شنقك إذا ما جعلها وجب باقي سه إن يكالين تودة كغاتان دمين تعلادة كصوب عصبونات إلا سعنوت هي حالة دجرت هي إن حالة دجرت لقدم بيو إسقنعين يوضح هذا اللي هو بالله التوفيق. قام هذا وسيرك وشجعي إسلام كان السيد وين هدر تعود ضاوتين وحكيت رسميا دورة هرمود. أمريكا كبادة دولة الصوماليات هذا اللي كده يوم تيت كده حكم مقدر تحدر تعصو إن بدن ضدك الصوماليات أي بدن كذو وأركان إن إنسان لتشوفين وقت كي كلا جت تحدر لها هرماء حق أي حقوق ده الله هنشا. إن كسلو دولة الصوماليات يكون على أساس أمريكا يكون نحصتي ربيتان كضدك يا شعب كصوماليات كل دقن ويلا لا سعنا حرطة قبل كسول يدي أنا ذكر إس إس إنت والله دورة إسلام مرك هنا لون مدح بنية لون أقراض حقوق دو ذا ربيتان هذا نقولي أد وسوين كوج متشين أريجا إن أي عم باريا دجمير كتقال كبا أن إدتك يا عروتة كل أذير مجال لا سعنا دي سدوا كله تقين تانك لتشوكس كده هين جرر كم مجال ده كسر طور يعني يدلت كده إذا ما السمال اللي أنا هلك أسير يقول روني شن يتوان كسر نظري قدمي وسيرك هذا الكسر وحاكر وكم إذا إن أي دولة الصومالية أي أو أركتها مت إسود وين استمر كان كل سعين قام الله تذكر رجل صعنة كسر بحيث أصاب موجنسة إن أي دولة مرة كان لا هذا هاي وحي مسيرة ذات كاسي أي قان صدام وأنا أدي عسنا وأنا رع عسنا إن كسر إذا دولة الصومالية دي سنقولي شيء نيو طلبون قاضى صو قضب ككلاء حلت دلي حويا إن أي كنا واقضي مركي يقول يسي إن ذات كاسي كرجال لجعله oo dadka ku barakacay kuna dhibaatoobay duqeymada iyo waliba dagaalka xandarada ah ciidamada Soomaaliland ay ka wadaan laas aanood ay xaqiijiyaan
sidii u taageeri lahayd arrimahaasi dhamaantood waxay muujinayaan in ay dawladda Soomaaliya ay markan bedeshay mowqifkeedii dhexdhexaadnimada inta badan u janjeeray isla markaana arrimahaasi waxay muujinayaan in dawladda Soomaaliya wali ay muujinayso inay mowqif dhexdhexaadnimo ah ay qaadato mararka qaar kood laakiin haddana waxaa culays weyn uu ka saaray bulshada Soomaaliyeed iyo dadka kale ee ayagu sida weyn ugu dooda xuquuqul insaanka dhanka kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed oo isaguna hadlay ayaa hadaladiisii waxaa isagana ka mid ahaa kuwan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتك سوماليد ملك سو أي جوغان مالو وناكسن ساكي وحان فرينتان سو دياري وقد بنايا دمان دتك سوماليد ملك سو أي جوغان وحان وباقيا دلك إيا دتك بسيد الله نبضين لها نبض لغا شقين لها وحان ربا سيقارا إن هان وغتعزييو دتك كردن تشقا قدي دوان كردعضي مقالة دا لاسعانو dibaatada magaalada Laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in horo badan waan ka dignay waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meesha ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga siiyo inta ku dhaawacantayna muxuu Allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in Soomaali meel ka mid ahay wili qoray la soo qaato arrinta Laascaano iyo Soor iyo Sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay mowqifta dawladda federaalka iyo aragtideeda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iska bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaan ku yiraahdaa inaan soddogiis iyo inaan seedigiis ah dad isdhalay isdhexdegay isla dhashan waa waxa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahan waa siyaasad horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaas soo isna ka taagan halkeed xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasada guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana halka muxuu ay soo isna ay ku dhex jiraan sidaas daraadeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay raali kama ahayn in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha rabitaanka dadka hal la ixtiraamo qoryaha hal la dhigo xabadda hal la joojiyo hal la wada hadlo miiska wada hadalka la isugu yimaado hal la wada hadlo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda daan ay diyaar waxaanu ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasho jacaylba inaan anay garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog haday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadaan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa balaayada bootin bakayla ayay leedahay ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin berri inaan xabadka is saarnay inaan oo hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeena iyo xabaalaha dushood yaanan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino ha la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa cidda odayaasha dhaqanka ah culimaa uddiinka mas-uuliyiinta siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato colaadda Laascaano siima socon karto lamana aqbali karo ha la joojiyo miiska wadahadalka la isugu yimaado dawladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududeyso ka qayb gasho kaalmeyso haddii toos dadka hadda ay colaaddu dhexmartay u wada fariistaan arrinta waxaa ka socda Laascaano waa aragti siyaasadeedna qoran kuma xadisanto qor xalkeeda qori kuma yimaada kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qori kuma keeni karaan hal isu yimaada hal wada fariisto mar walba horan uga shaban mushkiladda ka jirta Sool iyo Sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arrinta midnimada arrinta midnimadana anagu go'aanay naga taa xoog inaan ku raadinno ma doonayno nabadaan rabnaa inaan ku raadinno dadka rabitaankiisana hala dhowran leenahay meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha dadka Soomaaliyeed ma qabato dadka deegaanka guud ahaan ma qabato ha la joojiyaan ku baaqayna mar kale culimaa uddiinka iyo odayaasha dhaqanka leh ayagaa deegaanadaas oo dhanba nabadeeda weligood ka talin jiray nabadda ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kule ama kule maxaan ku raadahay raadka kulana ha la hadlaano ha joojiyaano wiilasha qoryaha laga qaado ha la damiyo colaadda intaas soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaadda ka jirta ha la joojiyo xumaanta ha la joojiyo nabadda ha lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo soomaaliyeed oo daata wax la aqbali kara maaha
مال كسته هجوج سبب كسته الله صوحي هدينا مركز عنن لوجود دفاعين دين تي الدلك يدولة دملا لكن غير هبل يدجان هبل يقو حبل سدي وركي ودي دي كرتا يقو حبل وركي هذا مدونينه محوا هاي حلقكم النقطة هل جي ماذا لنا ولا لي المشص وحكرون أي ذلك الربائن باقوا الجديو أضياشة غير بنتلان يوح جرتك يوم مسؤولين تي مامولك الدولة دمشق الجرتبة أيجار محوا باقي هنا نبت ولا ليال وركو بلايدو مركا إبلابنا يسمى ميلا خفيف أو سهسالنا كبلابتا ميلا فوقي كبلابتا دل كاس يدولة داس يدهان كاس رير بنتلان نبدا يقول قد هاي سنجرين نبدا إنا هستانا لجعلنا أيقونا محان وباقينا إن عرنتا وضا هذا الوضع مي وضا ياشا دقنك هقاتانو كارنتا إليهين أو أقارنتا نبدات حدنا إيقاتان وأنا كبو قادين إياه إنتا وضا ياش استاغي إيو استاغي عرنتاس إن نبدا لغسو حليو عرنتا نبدا لغو حليو دولة فدرال كأسو مالي نسيدان هروو الشاغي وحكستو أن نبدا سكا قيب قادنا إيه لكن ما تساعدينو ما تاغيرينو رالي كما أهن إن مشكلة ده نضحي هلا إن قرية عن سوق هذا نوكو حلنو كما حل كرنو نوكو ما حل اسميان بران هشين هنا إلا المالن كالآذي نمالا حبارها كركو ديان وكو هشين نبدا كركو ديان وكو هشين دقانا ده لن انتصر وباقيا مال كستو خلاف سياسات كجرانا وده هذا لن وباقيا وحان هده اسقوها يسانا اسم النعبن والسياسة سياسة دنا داودي دي حل كيدا طريقة كريه وكوي ما دوا طريقة ديمقراطية أو إن لو وضحت له هل لو وضحت له أن نقول نقل كين الصوبا إرالينين دينتين إرالينين دات كين نوترين هذه عدد أمها سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن الشيخ محمود أيا وحا هذا الكيس يساقنا ونحدثي نحر كيس وحا إن دقالك اللي تشوتشي يساقو كباقي إن سيدا ورق صاحب بضان دقالك اللي تشوتشي لك وحوص يساقو لفتيس إن لو بأي إن داتك صوماليير كبتان كودا الاحترامو حبدنا عن حلقة رادي waxaa sheegay in dhibaatooyinka ka dhacaya laas aanood ay yihiin ku shaqaaqoyn walo ereygaasi uu ka boona ereya kale maadaama ay laas aanood wax ka dhacaysan hayn shaqaaqoyn balse ay tahay dagaal iyo dulaan aad u culus oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan oo shacab ah iyo kuwo aan hooyaraatee wax dhibaato geysan waxaa ka mid ah qoys dhan oo 8 qof ka koobnaa inta 7 qof oo ka mid ah isku goob ay ku dhinteen kadib markii ciidamada Soomaaliland ay ku tumaatiyeen qori hubiya sidoo kale tacadiyada goobta magaalada ka dhacay waxaa ka mid ah in goobaha cusbitaalka uu ka mid yahay xalka guud ee magaalada laas aanood ay duqaysay ciidamada Soomaaliland wararka ayaa xaqiijinay in qaybta TP da lagu daweeyo ama xanuunka loo yaqaan xanuunka feeraha iyo sidoo kale qaybta dadka la dhigay ward iyo qayb kale oo ka mid ah qaybaha dawooyinka ayaalaan ay ku dhaceen duqeymo maalintii labaad iyadoo shalayna saasoo kale lagu kala cararay cusbitaalka dambiyo dagaal oo waaweyn ayaa laga soo sheegay magaalada Laas Canood inay ka geysatay Soomaaliland kuwaas oo dhamaantood muujinaya ayaa la yiri inaysan u kala abayeerin goobaha ay duqeyntu ku dhacayso haddii ku jiraan goobaha cibaadada masaajidada isbitaalada iyo iskuulada guryaha dadka shacabka ay ku nool yihiin iyo sidoo kale in ay wadooyinka laamiyada ah ee magaalada leedahay raacinayaan xabadaha weeftada ah waxay si weyn u isticmaalayaan hubka inta aircraftiga loo yaqaano iyo sidoo kale kuwa garabka laga tuuro iyo weliba hubab kale oo inta badan ay loo yaqaano hubiyaha kuwaas oo dhabeed ka bixin geysanaya khasaare aad u weyn isku soo wada duub waxaa haatan adduunku ka duwan yahay sidii hore isla markaana waxaa mid iyo mid loo record gareynaya loona duubaya dambiyada dagaal halkaas ka dhacaya iyadoo laas aanood waxay ka dhacaya ay markale muujinayaan in ilqab aad u weyn iyo sidoo kale wax loo arki karaayo nacayb aad u buuxa uu ka soo jijireeyay madaxweynaha Soomaaliland oo isagu qaaday mas'uuliyadda dhiggan qulqulay.